السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم طارق سلمان. مبارك عليكم شهر رمضان، ترى هذا مو بلي حق الطيور. فبعض الشباب أو بعض الأخوة كانوا يسألون يقولون أنت شنو تعطيهم غير السيدز غير الحبوب؟ فأنا أعطيهم ساعات هاي اللي شي تشوفونه قدامكم، هذه خضرة مثلجة، بس أنا شوي حطيت موي عشان البرودة تخف، وهاي اعطيهم في الاسبوع مره حق الطيور. فهذه الخضره وايد مفيده، ان تقدر تعطي اي طير اللي عندك في البيت وفي الاسبوع مره، على اساس انه ما يسبب اسهال او اي مشكله ثانيه. فانت تقدر تعطي طيرك نفس كميه بسيطه، لان راح شيء يتعفن بسرعه. فكل طير تقدر تعطي نفس الكميه اللي اعطيتها هنا مثلا، أساس إن تشوفوا شلون ينتظرون وجبتهم الصباحية. طبعاً لازم أنوه كل الطيور. هذه بعد تنتظر وجبتها إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. اصبر اصبر. الفيديو حبيبي كلهم ساكتين الحين، ساعات تشوف تسمع نزاعات، بس الحين لاحظوا سكتوا. لما ليش الحين حبيت الفطور؟ كل طير انتظر وجبته. بسم الله. كيف يسحب المنه؟ دوركم الحين. طبعا ما تكثرون، كل شيء بسيط. ما حد يرد عليه لان الكل مشغول بالاكل. عاده انا ادش الكل يصفر ويغرد. ان شاء الله تبي تجربين هذه؟ فهاي الخضره مفيده، تقدر تعطون طيركم في الاسبوع مره على اساس ما يصيدهم اسهال او مشاكل ثانيه. في الصيف تقدرون تعطونهم مثلا، حسيتوا متى ان طيوركم محتاجين فتقدر تعطونهم. فتلاحظون ما شاء الله الكل بدا يبدا بوجبته. فمعناتها تعطونه في الاسبوع مره، هاي يسمونه خضره مثلجه، تحصلونها في السوبر ماركت. وايد مفيد حق الطيور، تقدر تعطونهم في الاسبوع مره على اساس انه ما يسبب لهم اي اسهال. وشيء ثاني انه يحتاجون هالفتره، يعني تعبون من الحبوب في الصيف، فتعطونهم اشياء بارده نفس الفواكه المثلجه، نفس خضره مثلجه. فبس لا تكثرون من شيء، يعني كل شيء كميه قليله. فالحين دور الدلين نعطيهم سرليك. فنلتقي ان شاء الله معكم بالفيديو الثاني مع وجبه جديده ان شاء الله، او وجبه جديده. يعطيكم العافيه.